ننتقل لمحاصرة الموظفين المتورطين في تعاطي المخدرات. وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تلقت تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة بعد الكشف على عدد 8282 من الموظفين في 8 وزارات والمؤسسات التابعة لها وسائقي الحافلات المدرسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. وتبين تعاطي 250 حالة للمواد المخدرة، ويتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتصل العقوبات إلى الفصل من العمل. معانا على التليفون الأستاذ عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. مساء الخير يا أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك. تم توقيع الكشف على أكثر من 8000 موظف وثبت تعاطي 250 حالة للمواد المخدرة. الأول، إيه الجهات اللي تم الكشف على الموظفين فيها ونوع المخدرات اللي بيتعاطاها هؤلاء الموظفين؟ يعني احنا خلال الفترة اللي فاتت تحديدا شهر يناير وشهر فبراير احنا بنتعاون مع 8 وزارات شريكة معانا في الكشف على المخدرات داخل الجهاز الإداري في هذه الوزارات. يمكن احنا في خلال الشهرين الماضيين احنا كشفنا على اكتر من 8000 حالة زي ما حضرتك بشرط، وتم تحويل 250 موظف ثبت تعاطيه للمواد المخدرة للنيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونيه حياله. يمكن اعلى المخدرات انتشارا احنا يعني كان بالنسبه لنا الترامادول هو رقم واحد، والحشيش كان يعني في المرتبه الثانيه في المخدرات الاكثر انتشارا. بالتاكيد احنا يعني وفقا لتوجيهات السيد الرئيس، يعني اكثر حاجه ترامادول نمره 2 الحشيش. مظبوط يا فندم. احنا في الفتره طبعا الحاليه بننسق مع كل الوزارات على يعني على مستوى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية علشان نبتدي حملات الكشف المفاجئ على الجهاز الإداري للدولة، ودي يمكن يعني هتكون الشغل الشاغل لينا في الفترة القادمة. ولكن بس عايز أكد على معلومة مهمة جدا، النهاردة الهدف الأساسي من هذه الحملات مش إن احنا ناخد إجراء ضد موظف أو يعني من يثبت تعاطيه، لكن بيت القصيد بالنسبة لنا احنا عايزين نوفر حماية طبعا للمواطنين وايضا كمان للموظفين، وفي الحقيقه سلوك ومقتضيات السلوك الوظيفي يجب ان يتبعه الموظف. وبالتالي احنا بالنادي دلوقتي اللي عنده مشكله مع تعاطي المخدرات يا ريت ان هو يكلمنا على 16023 ويطلب العلاج، واحنا هنوفر خدمه العلاج مجانا وفي سريه كامله ولن يقع تحت اي طائله قانونيه. ولكن لو النهارده تم الكشف عليه وثبت تعاطيه للمواد المخدره هنبتدي النهارده اللي احنا ناخد ضد اجراءات طالما هو ما تقدمش تواعيطا للعلاج. عايز اقول لحضرتك ان يعني اللطيف في الفتره الحاليه يمكن امبارح والنهارده احنا تلقينا اكثر من 500 اتصال ومعظمهم من يعني عاملين في الجهاز الاداري. امبارح والنهارده يعني اشمعنى امبارح والنهارده؟ هل بعد حديث السيد الرئيس بالامس؟ بالظبط بالظبط كده، فابتدى يبقى في رد فعل من الموظفين، لان احنا يعني كلام السيد الرئيس هيتم التعامل بحسب وبلا هواده تجاه من يخرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي او السلوك الوظيفي وتعاطى مواد مخدره. فابتدى يبقى في استجابه، اللي عنده مشكله بموضوع الادمان ابتدى ان هو يتقدم طواعيه للعلاج. وبنؤكد مره ثانيه ان الدوله عندها اليه لعلاج مرضى الإدمان سواء موظفين أو خارج الجهاز الإداري للدولة. يعني بشكل عام كل مواطن مصري عنده مشكلة مع المخدرات في عندنا آلية من خلال 16023. الأجمل من كده إن احنا النهاردة تلقينا من العديد من شركات القطاع الخاص طلبات بالكشف على المخدرات من لدى العاملين، لأن الحقيقة قضية المخدرات وتأثيرها على الكفاءة الإنتاجية في غاية الخطورة، قضية المخدرات كمان وتأثيرها على السلامة المهنية في غاية الخطورة. يعني يمكن احنا ما فيش أكبر من نموذج اللي احنا شفناه في حادثة القطر عشان نعرف تداعيات مشكلة المخدرات قد إيه على سلامتنا وعلى حياتنا.
ممتاز. طيب لما بنتكلم عن انه ان شاء الله في تنسيق، يعني او انه حاصل بالفعل تنسيق مع الوزارات المختلفه وايضا طبعا الجهات المختلفه في الحكومه، قول لي يعني هل ده هيشمل، هذا الفحص سيشمل كل الوزارات كل المؤسسات والهيئات الحكوميه، وهل حضراتكم كمان واضعين يعني مجال زمني او مدى زمني لانهاء الكشف على كل العاملين مؤسسات الدوله، ولا ده امر هيفضل يحصل طوال الوقت؟ لا، هي الحقيقه دي هتكون اليه مستدامه. كويس. يعني احنا مش هنقدر نقول ان احنا يعني سيتم الكشف في خلال السنه دي على كل الجهاز الاداري للدوله، ولكن احنا عاملين مراحل زمنيه. احنا بالفعل يعني بنضع دلوقتي خطتنا الزمنيه من دلوقتي لغايه نهايه عام 2019 كمرحله اولى، ويعني هنصل لعدد كبير جدا من الموظفين، وهيبقى برضو كمان يعني في عندنا اولويات الاستهداف. يعني بالتاكيد الموظف اللي موجود في المرفق الحيوي ده بالنسبه لي ده اولويه قصوى علشان اتاكد ان هو خالي من مشكله المخدرات، لان في موظف بيبقى مسؤول عن نفسه وفي موظف بيكون مسؤول عن ارواح المواطنين، فبالتاكيد اولويه الاستهداف بالنسبه لنا هتبقى للمرافق الحيويه بشكل كبير، ولكن بناكد ان كل الجهاز الاداري للدوله يخضع لهذا الكشف. تمام. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عمرو عثمان، شكرا لحضرتك يا فندم.